نخلص مشوارنا في البنك بحول الله. السلام. سلام. How are you? Fine, الحمد لله. How are you? الحمد لله. يبيان بعد يبيان مش أي كلام شغف. يا سلام. Welcome. Thank you. صراحة من الشركات اللي تتعب على الأمور هذه. شوف لا شيء بروفيشنال الكوب لما نجيك بهذه الطريقة أعرف إن الشغل مضبوط. طبعا ما يحتاج نتكلم على القهوة خصوصا الأمريكانو والإسبريسو بالنسبة لي أنا، لأني ما أشرب شيء ثاني صراحة، لكن شيء عندهم شغل مرتب وحلو. وطبعا باقي الأشياء اللي يدوروا لاتيه كابتشينو فرابتشينو مارتشينو سبانيش ما سبانيش كل شيء موجود. حياكم الله. خلصنا من البنك، خلصنا إجراءات الأولاد وتسجيلهم ما شاء الله 7. أخذت وقت يعني أنا جالس في البنك، أخذت وقت يمكن هذه أطول فترة أقعد فيها في بنك. يعني يوم تروح تأخذ قرض ما تقعد هالكثر. إجراءاته سهلة القرض، تروح السلام عليكم وعليكم السلام والموافق على الشروط والأحكام من غير ما تدري شنو الشروط والأحكام، توقع تطلب وصل برا برينج وصل المبلغ لحسابك. لكن هذه يمكن أطول فترة عشان واحد ورا واحد ولد بعد الثاني، فطولت شوي، طولت في القعدة في البنك. واسمع طبعا مكان مفتوح، الكاونترات موجودة، التيلر موجود، الكاستمر سيرفيس موجودين، تسمع بلاوي الناس وكلام الناس. موظف البنك مسكين، يعني هو مسكين لكن قد يكون مظلوم. وبالتالي يعني هذول الموظفين للأمانة أتوقع أنهم يخضعون لاختبار تحمل قدرة تحمل ضغط، تحمل حتى بعض الأحيان مع كامل الاحترام والتقدير قلة الأدب، تحمل الصوت العالي، تحمل الصراخ، تحمل الهواش، فيخضعون لهذا الاختبار. لازم يسوون يعني فحص كبد، لأن لازم تكون لك اللي يشتغل في البنك لازم يعني يكون له بارد صراحة في مواجهة الزبائن اللي موجودين. اللي يشتغل في البنك لازم يكون له بارد عود عشان يتحمل نوعية الناس اللي تيخي. مو كل الناس واحد، وهذا أمر طبيعي جدا. يعني نفس تقريبا موظف الكاستمر سيرفيس اللي يشتغلون في خدمة العملاء، الكاستمر سيرفيس اللي يردون، أو عفوا الكول سنتر اللي يشتغلون في الكول سنتر يردون على اتصالات سواء كان بنك سواء طيران سواء أي استفسارات، يواجه مجموعة. في النهاية أنا كموظف كول سنتر لازم أتحمل المتصل. وتشوفوا يمكن في وايد أمثلة، ناس تغلط، ناس تصارخ، ناس تسب، ناس تلعن، ناس تسوي، ممكن يحمل الشركة كلها مسؤول الخطأ، الشركة كلها يحملك أنت كموظف وأنت مالك علاقة. هذا إجراء شركة، لا أنت كموظف كول سنتر لازم تتحمل هذا الموضوع. مين اللي قال لك أنك أنت أنا اللي قاطع تليفونك الشركة؟ كيف سمحت لنفسك يا أخي؟ لا تكلمني أنا بصفة شخصية، هذه إجراءات شركة، فيحملك أنت مسؤولية الأخطاء اللي تصير في الشركة. نفس موظف البنك، يعني أنت لما تروح لموظف البنك قبل لا توصل، موظف البنك ما يعرف شنو مشكلتك، يمكن ما يعرفك من أنت. فلما تجي على أي أساس تسكر حسابي؟ كيف تعطل يا أخي؟ مش أنا اللي عطلت بطاقتك، في سيستم الشركة شغالة، هم اللي عطلوا البطاقة. اهدى، شنو مشكلتك عشان احنا نقدر نحلها؟ انا ما ارضى يا اهدى. فتستغرب من كمية الناس، ما طبعا مش الكل، في واحد يجيك ادب واحترام يقعد، هذه مشكلتي، شنو الحل، شنو ما الحل، توكل على الله ويروح. لكن موظف البنك هذا مجبر، شوف طبيعة العمل، موظف البنك هذا مجبر على أن يتحمل جميع أنواع الناس، وحتى ما يقدر يرد الإساءة ولا يقدر يرد يعني
خلاص المطلوب منه أن يكتم الغيظ، يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا ينطبق عليهم صراحة صراحة. خلاص أيا كان الشخص اللي موجود قدامه أنا لازم أتحمل، لازم فيني بارض وش كبر، ويجيك ناس ما متعلمين ولازم يشرح لهم ويوضح لهم والله الله ويداريهم، والكبار في السن هيا الوالد حياك الله يا الوالد يا مرحبا يا الوالد آمرني لازم لازم هاي الأشياء عند موظف البنك. فوظيفة صراحة مش هينة بصراحة، أيا كانت كاستمر سيرفس ولا تيلر، أيا كان حتى مدير نائب مدير أيا كانت، يا رب تدخلون الجنة إن شاء الله، يا رب كلكم مطلبين منه إن شاء الله تدخلون الجنة من غير حساب. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله، وتحياتي لكل العاملين في كل القطاع أو القطاعات البنكية عندنا في السلطنة حتى خارج السلطنة، لأنها ينطبق عليهم هذا الشيء. الله يحفظكم، سلام.